فضيلة شيخي، ما حكم من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟ حضيري هلا؟ الحضيري. هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء، هذه مسائل بين الناس معروفة. القبيلي الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وبيعي تميمي شبه ذلك قرشي هاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي، يسمى قبيلة. ويقال قبلي على القاعدة، ويقال حنفي وربعي وأشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخذيري عند يعرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرف هل في نجد، وما في غير نجد ما أعرف هذه الكلمة، لكن في نجد معروفة الخذيري عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، ليس معروفا بأنه مثلا قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حملة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها يقال يسمونه قبيلة. والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق فيقال له الموالي. والعجم هم الذي لا ينتسبون للعرب، العجمي لهم أصول عجمية لهم أصول عربية بل لهم عاجم. والحكم في دين الله أنه لا فرق لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبليا أو خضريا أو مولى أو عجميا، كلهم على حد سواء، كلهم لا فرق لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق للعربي على العجمي ولا العجمي على العربي إلا بالتقوى، ولا فرق للأحمر على الأسود ولا الأسود على الأحمر إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من دعاة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم من القبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج وليس من قبيلة يعرفها، وهذا باقي في الناس. إذا كان ليس من قبيلة يعرفها لم يسمح يزوجه بنته إلا إذا كان من قبيلة يعرفها من جنس القبائل العربية التي يعرفونها. وقد يتسامح بعضهم ويزوج قضيري والمولى وللعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة ومولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالم مولى أبي حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة، ولم يبالي بكونه مولى عتيقا، وهذا جاري في الصحابة وبعدهم كثير. أما الناس بعد ذلك صار في نجد وفي بعض المواضع ذكر الله أعلم بها قد يقفون عن هذا ويتساهلون فيه ويشددون في هذا الشيء على حسب ما ورثوه من آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا لا لماذا زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وأن تختلط الأنساب وتضيع الأنساب إلى غير ذلك. قد يعتذرون بأعذار في الزواج لها وجهها في بعض الأحيان، ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار ما من يصلح للمصاهرة في دينه وخلقه، إذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا مولاه أو خضيريا أو غير ذلك، هذا هو الأساس. وإذا رأي بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك.